حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. عرض أعمال فنية لرسامين عالميين في مدينة يمنية تشهد معارك. موقع إخباري دولي يتساءل ماذا يعني أن يكون قلبك مريضا في اليمن؟ الحكومة اليمنية تتمسك بإطلاق المعتقلين قبل أي تفاوض مع الانقلابيين. تاكس شو صحيفة ألمانية تتحدث عن اليمن إنها في الحقيقة حرب محلية الصنع. أهلا بكم. أعلنت جماعة الحوثي المسلحة تعيين مهدي المشاط رئيسا للمجلس السياسي الأعلى، ما يراه سياسيون وخبراء أجانب تسليم السلطة للمتشددين. ووفقا لموقع يمن مونيتور والذي قال إن مسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء أكدوا أن المشاط انتكاسة للجماعة وسيغلق أي حوار بين الحزب والجماعة أو جماعة الحوثي بعد مقتل صالح الصماد. ووفقا للموقع يملك المشاط صلة مصاهرة بعبد الملك الحوثي زعيم الجماعة ومدير مكتبه ويده القوية داخل الجماعة نفسها. وقال بيتر سالسبري الخبير في معهد شاتام هاوس البريطاني إن مقتل الصماد تعزيز لسلطة المتشددين في الجماعة حسب اتصالاته بمسؤولين عدة في الملف اليمني. تسود حالة من الارتباك بين صفوف جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء عقب إعلان الجماعة عن مقتل القيادي البارز صالح الصماد رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي، وذلك وفقا لموقع المشاهد نت وعنوان الموقع. في صنعاء انتشار مسلح ونقاط تفتيش جديدة تستحدثها جماعة الحوثي. وقال شهود عيان في صنعاء للمشاهد إن مجموعات مسلحة من الحوثيين انتشرت يوم الثلاثاء بكثافة في عدة أحياء بالعاصمة واستحدثت نقاط تفتيش في أحياء الجراف والحصبة وعدد من الأحياء بالعاصمة. وأكدوا أن جماعة الحوثيين عززت تواجدها في منطقة ذهبان شمال العاصمة والمداخل الجنوبية والغربية لها ورفعت حالة الاستنفار القصوى. إلى متى سيبقى الحوار الحقيقي والجدي والصبور غائبا بيننا؟ هكذا يتساءل صالح شائف في مقاله المنشور في التغيير نت مضيفا في أجزاء من المقال. إلى متى سيبقى الماضي هو الحاضر الفاعل سلبا والمتحكم وإلى درجة كبيرة بالسلوك السياسي عند البعض؟ بل ومفتاحا أو بوابة وحيدة لا عبور لنا إلى المستقبل إلا عبرها، كما يتصورون ويعتقدون أنهم ما يزالون يعيشون وهم القدرة على إيقاف عجلة الزمن وجعل عقارب الساعة تعود إلى الخلف. إلى متى نبقى نلعن التعصب ونمقت العصبيات القبلية والمناطقية والنزعات المحلية بأنواعها ونشكو من عودتها وبقوة إلى مسرح الحياة السياسية وهي التي لم تغادرنا أساساً وبقيت كامنة في المخزون النفسي للأفراد والجماعات ونستدعيها حسب الحاجة وعند الضرورة لتكون طوق نجاة وسلاحاً في وجه الآخر وهي القاعدة اللعينة المتاحة للجميع وضد الجميع ويدفع ثمن فعلها الجميع. إلى متى يبقى العقل الوطني كسيحاً وعاجزاً عن فتح ثغرة تاريخية واسعة في جدار التخلف المتصدع أساساً بفعل عوامل وظروف فاعلة متعددة الأشكال والمصادر لنعبر منها إلى رحاب الغد الذي يليق بنا وتستحقه أجيالنا بدلا من أن نلعن الظلام ونعلق فشلنا على شماعة الظروف والمؤامرات التي ننساق وراءها أو نصنعها بأنفسنا ولأنفسنا ونعجز عن إشعال الأضواء ومصابيح النور والتنوير لتنير لنا بسطوعها الطريق الصحيح الذي تهنا في البحث عنه وفقدنا بوصلة السير إليه وعليه ونجعل من ذلك حجة لعدم وضوح معالمه لنستمر في التوهان ونبقى نستجر الماضي وندعي بأننا ننتمي إلى العصر ونحن نسبح عكس تياراته المعاصرة والتي لن يقوى على مواجهتها طويلاً أو صدها أولئك المتمترسون خلف أسوار الماضي وإرثه المتخم بالآلام والمعاناة الملونة. سينتصر العقل حين يفوق من غيبوبته المؤقتة وينتصر الجميع للوطن والمواطنة حين نهزم العوامل الكابحة للانطلاق نحو المستقبل.
ينقل الموقع بوست عن مصادر خاصة في مدينة تعز قولها إن كتائب أبي العباس تنسحب من مواقعها في الجبهة الشرقية. وقال الموقع: انسحبت كتائب أبي العباس من مواقعها في الجبهة الشرقية لمدينة تعز يوم الثلاثاء احتجاجا على الحملة الأمنية التي انطلقت للسيطرة على المنشآت الحكومية. وقال مصدر عسكري في اللواء 22 ميكا للموقع بوست إن كتائب أبي العباس انسحبت من خطوط التماس في مدرسة محمد علي عثمان والجامعة اللبنانية وعدد من المواقع الأخرى في الجبهة الشرقية بصورة سرية. وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني في القطاعين الأول والثاني التابعة للواء 22 ميكا غطت تلك المواقع بعد انسحاب كتائب أبي العباس المفاجئ. حدث مهم تستضيفه المدينة المحاصرة والتي تتعرض لنوعين من المعارك، أحدها من الداخل أو ممن يدعون أنهم دافعوا يوما عنها، وآخر من محاصريها منذ سنوات، وعنون موقع المصدر أونلاين. لأول مرة في مدينة تعز معرض دولي للرسوم الكاريكاتورية. وقال الموقع إن الاتحاد العالمي لرسامي الكاريكاتير بالتعاون مع مكتب الثقافة في تعز نظم معرضا للرسوم الكاريكاتورية للتعبير عن أهمية الكتاب في يومه العالمي. وقالت التفاصيل إن المعرض الذي بدأ الاثنين ويستمر حتى غدا الخميس يأتي بالتزامن مع عدة معارض مماثلة في كل من تركيا، فرنسا، كولومبيا والبرازيل وعدة دول أخرى. ولاقت الرسوم التي تعرض لأول مرة لرسامين عالميين في اليمن إقبالا كبيرا لدى محبي رسومات الكاريكاتير ومتابعيها. وتحدث أنس الأثوري ممثل الاتحاد العالمي لرسام الكاريكاتير في اليمن عن أهمية القفزة النوعية التي تحققت لمدينة تعز، لا سيما وهي تعاني الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع العام 2015. وأضاف أن هناك الكثير من الفعاليات القادمة التي سيتم التنسيق لها. الحرب العربية الإيرانية المقبلة. تحت هذا العنوان كتب المغربي علي أنوزلا مقاله في العربي الجديد مضيفا في أجزاء منه: تدل كل المؤشرات في المنطقة على أن طبول حرب عالمية إيرانية قادمة أصبحت ترتفع أكثر من ذي قبل، ودول مؤثرة في المنطقة خصوصا السعودية والإمارات العربية المتحدة تدفع في هذا الاتجاه بدعم وتشجيع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبترحيب من إسرائيل التي تسعى دائما إلى ربح حروبها الجديدة ضد خصومها وأعدائها في المنطقة بدون حرب وبأقل تكلفة. جربت هذه الوصفة مع سوريا ومع حزب الله الغارق في المستنقع السوري، وقبل ذلك مع عراق صدام حسين، وتسعى إلى تجريبها مع آخر أعدائها في المنطقة إيران. المؤشرات على دنو وقوع حرب إيرانية عربية جديدة لا يجب البحث عنها فقط في التصريحات النارية المتبادلة بين طهران والرياض، وإنما في الوقائع التي تتفاعل بسرعة فوق الأرض أو تلك التي يتم التخطيط لها في غرف مظلمة. الحرب ضد إيران هي ما تسعى إليه الدول الثلاث علنية، لكن أي منها لا تريدها مباشرة، وإنما حربا بالوكالة وعلى أرض أخرى غير أرضها، ولا يوجد اليوم مكان مناسب وأكثر ملائمة لتجريب هذه الحرب من الحلبة السورية التي تحولت إلى أكبر مختبر مفتوح لتجريب الأسلحة الفتاكة. فكما تم تجريب كل خرائط الحرب العالمية على الإرهاب فوق أراض عربية، يتم التخطيط اليوم لتجريب خرائط الحروب الجديدة والمستقبلية مع إيران وفوق أراض عربية. وقد بدت فعلا إحدى فصول هذه الحرب في اليمن، لكن الواقعة الكبرى هي المنتظرة في سوريا. موقع دولي يضع عنوانا عريضا في صفحته الرئيسية ويقول موقع ارفع صوتك: أن تكون مريض قلب في اليمن الآن. وقال الموقع ساردا قصص مرضى أمام المركز الحكومي الوحيد لعلاج القلب في العاصمة اليمنية صنعاء. جلس صالح قائد شارد الذهن، الرجل الخمسيني عاجز عن دفع تكاليف عملية جراحية عاجلة لقلب شقيقه الأكبر. إلى جانب صالح يبدو القلق واضحا على وجوه ثلاثة من أفراد الأسرة. حياة قريبهم في خطر في ظل تدهور الوضع الصحي في اليمن على نحو مريع بسبب استمرار النزاع الدامي. يقول صالح: نحن عاجزون عن توفير مبلغ 1,200,000 ريال مقابل إجراء العملية الجراحية، نخشى أن نفقده، لا ندري كيف نتصرف الآن.
في الداخل، لا يخفي محمد الشيباني مدير مركز القلب في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء المشاكل الكثيرة التي يعاني منها مركزه، ويقول إن ميزانية هيئة مستشفى الثورة كانت ما يقرب من 12 مليار ريال سنويا قبل أن تنخفض إلى أقل من 2 ملياري ريال. يقول الشيباني: كنا قبل الحرب نجري يوميا 6 عمليات جراحة قلب مجانا، حاليا نجري 2 فقط، ويتحمل المريض تكاليف شراء المواد. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في ترجمتنا الخاصة للصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لوبوا الفرنسية أحد عناوينها والذي قال: اليمن بعد 3 سنوات ما زال المتمردون الحوثيون يدافعون. وتقول الصحيفة إن القضاء على أعلى شخصية سياسية متمردة في اليمن يمثل نكسة خطيرة للحوثيين، ويعني أن المملكة العربية السعودية التي تحاربهم منذ عام 2015 ما زالت ملتزمة بشدة بتفضيل الحل العسكري. وتنقل الصحيفة الفرنسية ما قاله مصطفى العاني المحلل في مركز الخليج للأبحاث لوكالة فرانس بريس أنه لا يوجد خيار آخر غير الحل العسكري بالنسبة للسعوديين وحلفائهم في هذه المرحلة، وأن الحوثيين المدعومين من قبل إيران ليسوا مستعدين بعد للتفاوض. من ناحية أخرى، فالتحالف المناهض للمتمردين يحرز تقدما تدريجيا ملموسا على الأرض. أما آدم بارون الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية فيرى ردا على الإعلان الصادر يوم الاثنين أن صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى للمتمردين قد توفي: هذه بالتأكيد نكسة كبيرة، فهو رئيس المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لقد سقط مع 6 من مرافقيه خلال قصف التحالف، واعترف المتمردون متوعدين بالثأر لمقتله. إذن باعتبارها إحدى القضايا المهمة لبناء الثقة قبل استئناف أي مفاوضات مع الإنقلابيين، الحكومة اليمنية تؤكد على أهمية ملف المعتقلين. وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية تتمسك بإطلاق المعتقلين قبل أي تفاوض مع الإنقلابيين. جاء ذلك في تصريح رسمي لوزير الخارجية عبد الملك المخلافي ردا على مناشدة حقوقية لرابطة أمهات المعتقلين اليمنيين للحكومة الشرعية من أجل الضغط دوليا على الميليشيات لإطلاق المختطفين في معتقلاتها. وبحسب مصادر للصحيفة، فإن الميليشيات اعتقلت 45 من عقال الحارات في العاصمة بعد أن اتهمتهم بالتقاعس في عملية رصد أسماء السكان العسكريين وإبلاغ الميليشيا بأسمائهم تمهيدا لإجبارهم على الالتحاق بدوراتها الطائفية. وفي رسالة وجهها وزير الخارجية لرابطة أمهات المختطفين بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسها، أوضح أن الحكومة خلال مشاورات الكويت وبييل السويسرية أصرت على ضرورة الاتفاق على هذه القضية وعلى الجوانب الإنسانية عامة قبل الحديث عن أي قضايا سياسية، بينما كان وفد الإنقلابيين لا يرى لهذه المواضيع أهمية. عن المآل الخائب لمجتمعاتنا العربية كتب في صحيفة الحياة اللندنية كرم الحلو مقالا قال في جزء منه: ثمة من يرجع الاقتتال الأهلي الذي مزق بعض الأقطار العربية وهددها إثر ما سمي بالربيع العربي إلى الموروث الثقافي الذي يعادي الديمقراطية أو لا يعطيها أهمية مركزية في منظومة القيم والمعايير السائدة في مجتمعاتنا، ما يؤول إلى رفض الآخر ويبرر التعامل معه بالعنف والإقصاء، مفصحاً عن سمة جوهرية في شخصيتنا الاجتماعية والنفسية تتمثل في إرادة السيطرة على المختلف واستحالة التعايش معه. الملاحظ في هذه التوصيفات التعميمية سواء الاستشراقية أو العربية طابعها الإطلاقي وإلصاقها سمات محددة بالثقافة والمجتمعات العربية، وقد طرحت في الفكر الغربي من منظور عنصري وبخاصة مع إرنست رينان،
وترددت في فكرنا العربي في أشكال شتى مع حسن حنفي وسعد الدين إبراهيم وخلدون حسن النقيب وسواهم، إلا أنه بالعودة إلى حضارتنا العربية الإسلامية أو إلى تاريخنا الاجتماعي الحديث والمعاصر يتبين خطأ هذه الأحكام والتعميمات ومجافاتها للحقيقة. ففي رأي جرجي زيدان تعامل الإسلام بالاحترام والحسنى مع غير المسلمين، وكان الخلفاء في صدر الدولة العباسية يكرمون الأساقفة ويجالسونهم ويحاورونهم في الدين حتى أصبح النصارى يهدون الخلفاء أيقونات بعض القديسين فيقبلونها منهم. وبصورة عامة فالمسلمون إبان تمدنهم أطلقوا حرية الدين لرعاياهم، فلم يسمع أنهم أكرهوا طائفة من الطوائف على الإسلام. قالت صحيفة تاكس شاو الألمانية إنه بالرغم من أن كثيرين يرون الحرب في اليمن أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، إلا أنها في الحقيقة حرب محلية الصنع. وأشارت الصحيفة إلى مظاهرة نظمها الحوثيون في صنعاء لعشرات الآلاف من اليمنيين نهاية شهر مارس الماضي ضد مرور 3 سنوات على الحرب التي تقودها السعودية ضد الجماعات المسلحة، محاولين إظهار تكاتفهم، ورددوا شعارات كما تقول امرأة: لن نسمح لعملاء أمريكا بمحاصرتنا، نقول للعالم بأسره إننا شعب عظيم وسوف نعارض العالم كله. ولفتت الصحيفة التي ترجمها موقع يمن مونيتور إلى أن الصراع تصاعد بعد اجتياح العاصمة وأجزاء أخرى من البلاد في عام 2014، حيث ترجع جذوره إلى ما لا يقل عن عقد من الزمان، وأشاغيلها الأساسي هو مزاعم الحرمان من الحوثيين. وتقول الصحيفة: على أي حال لا توجد معلومات موثقة حول طبيعة ومدى الدعم الإيراني للحوثيين، يشير الخبراء إلى أن الحوثيين لا يتصرفون ببساطة بوصفهم نوابا أو متلقين للأوامر من القيادة الإيرانية، بل إن حرب اليمن لا تزال في المقام الأول عبارة عن صراع داخلي. أكبر حزبين يقودان ألمانيا تحت قيادة امرأتين، وذلك بعد صعود أندريا نايلز إلى رئاسة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني لتكون ثاني امرأة تقابل المستشارة أنجيلا ميركل التي ترأس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وقالت شبكة البي بي سي إن أندريا نايلز دخلت عالم السياسة والهيئات الإدارية في الحزب منذ 30 عاما، وعرفت في أوساط حزبها بقاتلة الملوك بعد هزيمتها لرئيس الحزب، وأثبتت جدارتها عند توليها منصب وزيرة العمل في الحكومة السابقة، وحاربت في تلك الفترة بشكل قوي لفرض قانون جديد للتقاعد ووضع حد أدنى للأجور، الأمر الذي أحدث تغييرات كبيرة في قانون العمل في ألمانيا. وتعرف نايلز بجرأتها وصراحتها في مواجهة أخطاء الحزب، فقد وصفتها صحيفة بيلد الألمانية بأنها الرجل الحقيقي الوحيد في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ورغم أعمالها ومهامها الحزبية الكثيرة وإعاقتها الجسدية إلا أنها امرأة قوية. وتقول في كتاب يروي سيرتها الذاتية: إنها كاثوليكية في الصميم ولا تحب شيئا أكثر من عائلتها. تطاول شاعر سعودي على عمان وسلطانها، أو تطاول شاعر سعودي على عمان وسلطانها يثير جدلا، عنوان في الأخبار المنوعة لصحيفة القدس العربي قالت في تفاصيله: أثار مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لشاعر سعودي يتطاول على سلطنة عمان وسلطانها موجة من الاستنكار بين العمانيين. وقال نشطاء على تويتر إن حديث الشاعر السعودي جاء في فعالية نظمتها وزارة الثقافة السعودية، ويتهم الشاعر السعودي في الفيديو المصور عمان بالوقوف إلى جانب الحوثيين ضد السعودية في الحرب باليمن. علاء الداري فلسطيني فقد ساقه بعد إصابته برصاص جنود إسرائيليين خلال مظاهرات على الحدود، يقف بقدم واحدة إلى جوار الدراجة التي حصل عليها هدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016. هذه أول صورة في جولتنا اليوم من صحيفات الغارديان البريطانية، نتابع بقية الصور.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.